طيب ماتشات اليوم النهارده في عدد من المباريات، بالتحديد فيما يتعلق بالدوري المصري هي مباراه وحيده ما بين فيوتشر والاهلي، مباراه الساعه 8 ان شاء الله الاهلي يكون موفق. صعوبه هذه المباراه بتكمن في انك بتلعب بعد الفوز ببطوله كبيره وفرحه كانت اكبر وهي بطوله السوبر، هنتكلم على الجزئيه دي بشكل مفصل لاحقا. ده فيما يتعلق بالدوري المصري، بالمناسبة هي آخر مباريات النادي الأهلي قبل فترة توقف طويلة بسبب المنتخب وبسبب مشاركة الأهلي بإذن الله 1-1 في كأس العالم، وأيضا مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فلسه مش عارفين الأهلي هيرجع يلعب في الدوري إمتى بعد انتهاء هذا اللقاء. المهم إن أنت تخلص الماتش ده كسبان بإذن الله، العلامة بتاعتك تكون كاملة، فوز في 7 ماتشات من 7 ماتشات بإذن الله 1-1. الدوري الانجليزي بقى النهارده في عدد ايضا من المباريات المهمه، مانشستر سيتي مع ليستر سيتي، مانشستر سيتي تقدم بهدف في الدقيقه 5 لكيفن دي بروين، عمل اسيست فرناندينو، ومانشستر سيتي ماشيين بشكل مميز جدا. المباراه بالمناسبه ابتدت الساعه 5، وفي نفس التوقيت في ايضا اكتر من مباراه ما بين طبعا توتنهام هوتسبير مع كريستال بالاس، التعادل مازال سلبي، ويست هام يونايتد مع ساوثهامبتون تعادل ايضا سلبي، نوريتش سيتي مع ارسنال وتعادل بدون اهداف حتى الان. ده بخصوص المباريات اللي هتبتدي الساعه 5. بالمناسبه ارسنال تقدم بهدف مقابل لا شيء، احرزه ساكا من صناعه لاوديجارد على نوريتش سيتي في ملعب نوريتش. ايضا ساوثهامبتون تقدم على ويست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء، واضح ان الجوله باديه بشكل ساخن جدا جدا جدا. اما الساعه 7 هتكون مباراه استون فيلا مع تشيلسي، والساعه 10 بالليل هتكون مباراه برايتون مع برينتفورد، مباراه هتكون مهمه جدا. من المفترض طبعا او خلاص تم الغاء عدد من المباريات، ابرزهم طبعا مباراه ليفربول مع ليدز يونايتد، ده بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا، وايضا في مباراتين اخريتين تم تاجيلهم وهي مباراه ويلفرهامبتون مع واتفورد و بيرنلي مع ايفرتون، بخلاف مباراه اخرى ليدز يونايتد مع استون فيلا هتكون الاسبوع اللي جاي في بطوله الدوري، ده تم الاعلان عن تاجيلها رسميا ايضا بسبب نفس الامر وهو تفشي فيروس كورونا. ده فيما يتعلق بمباريات اليوم في الدوري الانجليزي، وايضا اتكلمنا خلاص على مباراه الدوري المصري، لكن عندنا كلام اكتر بكتير وكواليس مهمة قوي بخصوص تحركات الأهلي واللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة قبل مباراة اليوم قبل فيوتشر، وهذه المباراة الهامة جدا، فبالتالي استنونا بعد فاصل يلا بينا.